او المايلو بروليفريتيف نيوبلازم. تمام، هو المايلو بروليفريتيف نيوبلازم كلها مهمه، اهم ما فيها السي ام ال. اما فيها السي ام ال لان الاسئله فيها كتير، الاسئله فيها كتير سواء في النظري او الام اس كيو او الشفوي، لانها تستاهل، لان يعني عيانينها كتير بيتشافوا كتير. سي ام ال يعني ديزيز اوف اول ايج، بيتشاف في السن الصغير وتشاف في السن الكبير. دي حاجه. تاني حاجه ليها تارجت ثيرابي، والديزيز اللي ليها تارجت ثيرابي واللي بيتقال فيها كلام جديد في التريتمنت على طول، دايما ايه بتتسال حتى لو ما جاتش في الام سي كيو او ما تقلش عليها في الريتم، بتتسال في الشفا. تمام، ليه؟ لان بالفعل بتتشاف كتير، بتتشاف كتير والكلام فيها كتير. طيب المايلو بروليفريتيف ديز اوردر او المايلو بروليفريتيف نيوبلازم، ده بيحصل مالجنت بروليفريشن، مالجنت proliferation of one or more للايه، للهيماتوبويتك، هيماتوبويتك elements، one or more للهيماتوبويتك ايه، هيماتوبويتك elements. more اديني البوليسايسيميا فيرا، بوليسايسيميا فيرا بلاقي الثلاثة lines affected، platelet والوايت بلاد سيلز والايه والهيموجلوبين كله طالع لفوق. لما نيجي نشرح البوليسايسيميا فيرا، هقول لك في المسألة او في العيان او في الشفوي امتى القط البوليسايسيميا فيرا. عيان عنده الثلاثة لاينز عاليين، عنده ثرومبوسيتوزس بوليسايسيميا وعنده الوايت بلاد سيل عالية زائد اورجانوميك سبلينوميجالي، ده بوليسايسيميا فيرا تبروفد اذروايز. طيب افرقها من الاريثروسايتوزس بس، يعني بوليسايسيميا فيرا ده الكلونال مالجنت ديز اوردر. معلش حضرتك، 3 لاينز زائد ايه حضرتك؟ حاضر هقول تاني، حاضر هقول تاني. يبقى احنا المايلو بروليفريتيف نيوبلازم proliferation malignant proliferation of one or more. المور اللي هي البوليسايسيميا فير. طيب البوليسايسيميا فير بيعلى فيها البليتلت، يعلى فيها الوايت بلاد سيل، يعلى فيها الهيموجلوبين. في المساله او في العيان في الاكزامينشن في الشغل او في الهيستوري في الامتحان، امتى اديتكت او القط او اسسبكت البوليسايسيميا فير؟ البليتلت بتاعت العيان عاليه، الهيموجلوبين عالي، الوايت بلاد سيل كاونت عالي زائد سبلينوميجالي. اول ما الاقي علي عيان عنده الثلاثه لاينز عاليين زائد سبلينوميجالي، او يقول لك زائد ليفت هايبوكوندريال بين او ماس في الليفت هايبوكوندريال، يبقى ده يساوي بوليسايسيميا فيرا. ده تفرقها عن الاريثروسايتوزس، العيان اللي عنده بوليسيستيك كيدني او العيان الهايبوكسيك الاريثروبوتين يعلى يعلي بس الريد بلاد سيلز. طيب يعني الاريثروسايتوزس اللي هي نوت كلون، اللي هي رياكتيف او سكندري تو، يبقى فيها الوايت بلاد سيل كاونت اسف الهيموجلوبين او الريد بلاد سيل كاونت اونلي انكريز. انما البوليسايسيميا فيرا بلاقي الثلاثه لاينز ايه؟ الثلاثه لاينز. طيب 1 او 2 بيبقى باقي الايه؟ باقي الديز اوردر. سي ام ال بيبقى مينلي الوايت بلاد سيل في الاول، ممكن تبقى البليتلت انكريزد بس بعد كده البليتلت تبقى نورمال او ديكريزد. الاسينشال ثرومبوسايتوزس مينلي بيبقى البليتلت كاونت انكريزد. المايلو فايبروزس، المايلو فايبروزس ده الفاينل ديستنيشن بتاع الايه؟ المالجننت مايلو بروليفريتيف نيوبلازم. المايلو فايبروزس ده بيحصل ديبوزيشن اوف كولاجين في البون مارو وفايبرس تيشو في البون مارو بسبب الايه؟ الجروث فاكتورز سبيشالي البليتلت ديرايفد جروث فاكتورز. فالعيانين دول لو ما نوت كنترولد هيروح على الاخر على الايه؟ على المايلوفايبروز. او العيان يجي لي بالايه؟ بالمايلوفايبروزس. بس المايلوفايبروزس لما نيجي نشرحه في حاجه اسمها اريثرويد فيز
والاي والهايبوسيلولر والهايبوسيلولر فيز هنقول عليه دلوقتي، هنقول يعني هنيجي نشرحه لما نيجي المايلوفايبروز. تمام؟ طيب يبقى نمره واحد بروليفريشن اوف وان اور مور، مور اللي هم الثلاثه لاينز، اول ما تلاقي الثلاثه لاينز عاليين يبقى افكر على طول في البوليسايسيميا، بوليسايسيميا. طيب ده اول حاجه في الايه، في المايلو بروليفريتيف ديز اوردر. تاني حاجه في المايلو بروليفريتيف ديز اوردر ان المايلو بروليفريتيف ديز اوردر انترشينجبل. كلمة الانترتشينجبل دي تلاقيها مكتوبة في كل كتب الهيماتولوجي، هتلاقي يعني الكتابين المهمين بالنسبة لنا اللي هو ويليامز واسينشير تلاقيها مكتوب في كتاب اسمه هيماتولوجي ان كلينيكال براكتس، ده كتاب حلو قوي. تلاقيها ايه؟ انترتشينجبل يعني ايه؟ يعني العيان بيجي لك في الأول سي ام ال، يس تمام؟ بعد كده تلاقي العيان أنت بتدي له التريتمنت سي ام ال، دخل لك على المايلوفايبروز. تمام، حتى لو انت بتديه تريتمنت تلاقي الناتشرال بروجريشن مايلوفيبروز والعيان كومبلاينت كنترولد دخل على مايلوفيبروز. طيب عيان تلاقي بوليسايسين او اسينشال ثرومبوسايتوزس وكان الفيلادلفيا نيجاتيف اللي هو الايه الترانسلوكيشن البي سي ار ايبل بتاعه نيجاتيف، فجأة بدأت البليتلت تقل والبلاد وايت بلاد سيل كاونت بدا يعلى، تعمل للعيان سيتوجينيتك ترانسلوكيشن بي سي ار ايبل تلاقيه بدا يبقى بوزيتيف من اسينشال دخل على الايه على السي ام ال، بعد كده على المايلوفايبروز. عشان كده ما تستغربش لما تلاقي ورق عيان متشخص في الاول اسينشال اي تي، تمام، وممكن كمان يبقى ايه اي تي سواء كان كلينيكال او بون مارو او حتى بالسيتوجينيتك، بعد كده بدا العيان يديفلوب المايلو ايه الكرونيك مايلو لوكيميا، بدا يبقى الوايت بلاد كاونت عالي، بدا البليتلت الله البليتلت بدات تقل تقل بالرغم من ان العيان مثلا نوت كومبلاينت على التريتمنت، البليتلت بدات تقل الوايت بلاد كاونت بدا يعلى، تسحب السيتوجينيتك بي سي ار ايبل سواء بي سي ار او الفيش يطلع لك بوزيتيف. تمام، يبقى بدا اسينشال كمل وصل سي ام ال وصل في الاخر ايه مايلوفايبروزس، وبالفعل كان في عيانين في الجمرداش عندنا كده عيان كان على 50 سنه متشخص السيج وماشي على الايه على الهيدروكسيوريا، تمام 10 سنين او 8 سنين بالظبط يعني 58 سنه بدا يديفلوب الايه الوايت بلاد سيل كاونت البروتوتايب اللي احنا بنحكيه دلوقتي سي ام ال، ما جاء على الايه على الجليد اربع خمس سنين دخل العيان في ايه في المايلو مايلو فايبروز. يبقى المايلو بروليفريتيف ديس اوردر انتر ايه انتر تشينج، تلاقي عيان بدا بتايب وبعد كده تلاقيه بدا يشيفت الايه انذر تايب السيتوجينيتك ابنورماليتي اوف ايه اوف ذس تايب. طيب في حاجه مهمه كده تجميع على السيتوجينيتك ابنورماليتي للعيانين مايلو بروليفريتيف ديز اوردر، اول حاجه المايلو بروليفريتيف نيوبلازم اللي هم سي ام ال وبعد كده البوليسايسيميا فيرا الاسينشال ثرومبوسايتوزس والايه المايلو فايبروزس، حاجه اسمها الايه الزينوفيليك مايلويد نيوبلازم، زينوفيليك نيوبلازم اللي هي الكرونيك زينوفيليك لوكيميا، تمام، في الماستوسايتوزس. تمام، وفي انكومن تايب اسمه كرونيك نيوتروفيليك لوكيميا، كرونيك نيوتروفيليك. يبقى سي ام ال بوليسايسيميا فيرا سينشيل مايلوفايبروزس ماستوسايتوزس الزينوفيليك لوكيميا نيوتروفيليك ايه نيوتروفيليك لوكيميا. طيب لو جه سؤال وقال لي المايلو بروليفريتيف نيوبلازم اتكلم عنهم ديسكاس، يبقى لازم نتكلم عن دول كرونيك مايلويد بوليسايسيميا المايلوفايبروزس الماستوسايتوزس الايزينوفيليك لوكيميا والايه والنيوتروفيليك لوكيميا. طيب هنجمع السيتوجينيتك ابنورماليتي بتاعتهم بسرعه، السي ام ال خلاص بي سي ار ايبل وده هنتكلم عنه ايه دلوقتي، البوليسايسيميا فيرا
95% من عيانين جاك 2 بوزيتيف، 95%. تمام. طيب ليه المهم جاك 2 بقى مهم في المي في كل الميلوبروليفيريتيف ديز اوردر زيه زي البي سي ار ايبل؟ عشان ليه تارجت سيرب. تمام. يبقى العيان لما يطلع عندي جاك 2 بوزيتيف زائد الاذر مانيفستيشن بتاعت البوليسياسيميا فيرا، يبقى انا على طول خلاص 95% من العيانين بيبقى ايه؟ في البوليسياسيميا فيرا جاك 2، الجاك 2 بوزيتيف اللي هو الجينس كاينيز بوزيتيف، جاك 2 لاختصار جينس كاينيز بوزيتيف. طيب عيان المايلوفايبروزس، المايلوفايبروزس والاسينشال ثروموسايتوز، الجاك 2، الجاك 2 بيبقى بوزيتيف مينلي في 60%، يعني في 40% بيبقى الجاك ايه نيجاتيف. لو لقيت الجاك نيجاتيف ده مش معناها ان العيان مش مايلوفايبروزس او مش اسينشال، لا ممكن يبقى جاك 2 نيجاتيف مايلوفايبروزس او جاك 2 نيجاتيف اسينشال ثرومبوسايتوزس. بس في 2 سايتوجينيتك ابنورماليتي مهمين لازم نعملهم، زي الكال ريتيكولين والام بي ال المايلو بروليفيريتيف. دي سايتوجينيتك ابنورماليتي بتتعمل زيها زي الجاك 2، بس بيتعمل امتى؟ عشان التكلفه، بيتعمل لما يبقى الجاك 2 نيجاتيف في المايلوفايبروزس والاي تي. الكال ار والام بي ال مالهمش رول في البوليسياسيميا فيرا. البوليسياسيميا فيرا بيبقى نيجاتيف للكال ار والام بي ال، تبقى بوزيتيف بس للجينس جينس كاينيز 2 او الجاك 2، جاك 2 ميوتيشن. الجاك 2 ميوتيشن بيبقى في 95% من عيان البوليسياسيميا فيرا، 60% من مايلوفايبروزس والاي تي. طيب في ناس بتعمل البانل كلها على السسبكتد مايلوفايبروزس او اي تي، هعمل جاك 2 وهعمل الكال ار وهعمل الام بي اي. تمام. طيب عشان التكلفه بتاعت الانفستيجيشن يعني جاك 2 طلع نيجاتيف، نعمل بعد كده الكال ار او الام بي ال، بيكونفيرم بيكونفيرم الدايجنوز. تمام. يبقى الجاك 2 في البوليساسيميا فيرا بيبقى 95%، الكال ار والام بي ال مالهمش رول في الايه في البوليساسيميا، البوليساسيميا فيرا. تمام. الجاك 2 60% في الميلوفايبروزس والاي تي، الكال ار والام بي ال لو الجاك 2، لو الجاك 2 ايه نيجاتيف. طيب عيانين الكرونيك ايزينوفيليك، الايزينوفيليك لوكيميا، الايزينوفيليك لوكيميا بنعمل حاجه اسمها بليتلت ديرايفد جروس فاكتور ريسبتور الفا او بيتا او ايه وبي. بليتلت ديرايفد جروس فاكتور ريسبتور، تمام، لو بوزيتيف العيانين الايزينوفيليك لوكيميا، لو ليه بنعمل البليتلت ديرايفد جروس فاكتور؟ ممكن يطلع نيجاتيف، بس كومن كيسز بيبقى بوزيتيف، ولما بيبقى العيان بوزيتيف ده بيرسبوند للتي كي اي للجلافيك واخواته. عشان كده العيان when we suspect chronic isenophilic leukemia بنعمل على طول البليتلت ديرايفد جروس فاكتور ريسبتور، سواء واحد واثنين او اي او بي او الفا وبيتا. تمام. عشان ايه؟ عشان التارجت سيرابي، ما هو انا عايز حاجه كيورابل، انا بدور على حاجه ايه؟ بدور على حاجه ايه كيورابل. الماستوسايتوزس، الماستوسايتوزس فيها انزيم بيعلى اسمه تريبتيز، ده بيطلع من ماست سيلز، زائد ان في سايتوجينيتك ابنورماليتي اسمه كيت ميوتيشن. نفس الكلام، الكيت ده لو بوزيتيف بيرسبوند للايه؟ للتيكي اي او الايه؟ او التريبك. تمام. يبقى دي تقريبا تجميعه الايه؟ السايتوجينيتك ابنورماليتي العيانين مايلو بروليفيريتيف. السي ام ال خلاص ده بي سي ار ايبل ده هنقوله دلوقتي. البوليسياسيميا فيرا 95% من العيانين جاك 2 بوزيتيف، مايلوفايبروزس والاي تي 60% جاك 2 بوزيتيف، كال ار والام بي ال ب
بيكمل الصورة. الكال ار والام بي ال ما لهمش رول في البوليثلاثيميا. فيرا عيان الازمافيلك لوكيميا بليتلت ديرايف، ده بيجي ام سي كيو بيتسال في الشفوي، بليتلت ديرايف جروس فاكتور، وده اللي بالفعل بيتعمل. اصل ده ايه لو فاكرين لما شرحنا في الابنورماليتي في الوايت بلاد سيل الديفرنشال دايجنوز في ايزينوفيليا، ديفرنشال دايجنوزز اوف ايزينوفيليا منها الكرونيك ايزينوفيلك لوكيميا. الكرونيك ايزينوفيلك لوكيميا وين اي سسبكت انا بعمل اكسكلوجن لباقي الاسباب بتاعت الايزينوفيليا سبيشالي الكولاجين، بعمل اي ان اي والسي والبي اج عشان اكسكلود الكولاجين. خلاص يبقى انا داخل على ايه؟ على ايزينوفيلك لوكيميا. بعمل العيان بون مارو، تمام، واعمل على البون مارو السيتوجينيتيك ابنورماليتي، او ممكن اعمل الدايركت درايف ده على البريفرال بلاد، لان العيان بيبقى عنده ايزينوفيلز في البريفرال بلاد، اطلب على البريكلي درايف جروس ريسبتور، جروس فاكتور ريسبتور واحد او واحد واثنين. ليه؟ عشان لو طلع بوزيتيف هيكونفيرم الدايجنوزس ده ان واحد من الاثنين هيرسبوند للايه، يبقى عندي تارجت ثيرابي ليه لو جلافيك كده ولا كده. الايزينوفيليك ديزيزز بتبقى ريسبوند ولا ريسبوند للاستيرويد، بس انت الاستيرويد نوت جود مينتننس تريتمنت، ما ينفعش العين يمشي عليه طول عمره يعني. انما الجلافيك ممكن عيان كان مينتين، كان مينتين فور لايف، مع ان احنا هنقول دلوقتي في عيان السي ام ال ممكن انت العيان لو دخل في ريميشن اكتر من 5 سنين يو كان ستوب اند ايه اند فولو اب ايه البيشنت. طيب يبقى ده انتروداكشن كده للايه للمايلو بروليفرتيف نيوبلازم. نمره واحد وان اور مور، نمره اثنين انترشينجبل، نمره ثلاثه الايه السبيسيفيك سايتوجينيك ابنورماليتي، ودي بتيجي اسئله ام سي كيو. طيب وبنعملها في الشغل برضو يعني السيتوجينيك ابنورماليتي دي بتتعمل في ال... هنروح على الاي سي ام ال. سي ام ال ده موضوع مهم عشان عيانينه كتير. طيب سي ام ال نمره واحد، سي ام ال دي 15% من الايه من كل اللوكيميز. نمره اثنين افكت اول ايجز، مش الكبير بس او الصغير بس. نمره ثلاثة الحاجه اللي سبيسيفيك، 95% من العيانين كرونيك مايلويد لوكيميا عندهم 922 ترانسلوكيشن بوزيتيف اللي احنا بنقول عليه فيلادلفيا، فيلادلفيا كروموزوم، يعني في سي ام ال نيجاتيف فيلادلفيا، ايوه في 5% نيجاتيف. 5% ايه؟ 5% نيجاتيف، تمام. طيب 922 ده عباره عن ترانسلوكيشن ما بين كروموزوم 9. حضرتك هي نيجاتيف ولا بتبقى حاجه اسمها كريبتك؟ كريبتك اللي هي ايه نوت دايجنوز تقصد، انه ممكن يبقى بوزيتيف بس لسه ما ظهرش يعني. ما ظهرش، بيظهر بالفيش ما بيظهرش، او بالموليكولر يعني. ده المفروض ما كان مكتوب في ال دبليو اتش او. تقصد ان هو بيظهر بالبي سي ار ما بيظهرش بالفيش. ما بيظهرش بالكاريوتايبنج او الكونفنشنال يعني. تمام. بيظهرش كونفنشنال، يظهر بالبوليمريز تشين رياكشن البي سي ار. وفي ناس برضه بتبقى نيجاتيف. في ناس بتبقى نيجاتيف يعني. تمام. في ناس بتبقى نيجاتيف. ماشي. دول اللي بياخدوا الهيدريه والانترفيرو، ده هم ال 5%. ماشي. تمام. طيب يبقى ال كرونيك مايلويد لوكيميا 15% من اول لوكيميز افكت ان ايج، 95% من العينين بيبقوا ترانسلوكيشن بوزيتيف، 5% بيبقى ايه؟ بيبقى نيجاتيف. طيب كروموزوم 9 كروموزوم 22، كروموزوم 9 ده اللي هو عليه الايه الاي بي ال. طيب 22 اللي هو البي سي ار، الاي بي ال، الاي بي ال ده اختصار من حاجه اسمها يعني في اوقات واوقات ناس بتسال فيها ابلسون ميورين لوكيميا، اي بي ال اللي هو الابلسون ميورين ايه من اللوكيميا ده اونكوجين، اونكوجين يعني اول ما بيحصل له ترانسلوكيشن على البي سي ار اللي هو البريك بوينت، بريك بوينت
كلاستر ريجن، بريك بوينت كلاستر ريجن. اول ما بيحصل ترانسلوكيشن للاونكوجين والاي بي ال 9 على 22 يطلع لنا على طول اللي هو الايه الاونكوجين ده، لما يروح على البي سي ار يطلع لنا الابنورمال كروموزوم ترانسلوكيشن 9 22 اللي هو بيطلع لي التيروزين كينيز انزيم اللي هو ريسبونسبل عن كل السي ام ال ابنورماليتيز. تمام. طيب على حسب الديجري اوف ترانسلوكيشن يبقى الايه، انا عندي اونكوجين يطلع لي اونكو بروتين، الاونكوجين يطلع لي الايه الاونكو بروتين اللي هو التيروزين، تيروزين كينيز، تيروزين كينيز اكتيفيتي او تيروزين كينيز انزيم. طيب الاونكوجين ده اللي احنا قلناه اللي هو البي سي ار ايبل بيطلع لي كذا تايب من الايه من البروتين بيختلفوا في الايه في المولكيولر ويت. الاونكو بروتين الكومن اللي بيبقى مع السي ام ال، وده بيجي سؤال ام سي كيو بنتسال فيه في الشفوي، اللي هو ال 210 كيلو دالتون كي دي اي. 210 ده بيبقى مع الايه مع السي ام ال. تمام. يبقى الاونكوجين اللي بيطلع نتيجه ترانسلوكيشن 9 22 بيطلع لي كذا فورم من الاونكو بروتين ليهم تيروزين كاينيز اكتيفيتي. تمام. نمره واحد 210 كيلو دالتون ده كومن مع الايه مع السي ام ال. نمره اثنين 190 تيروزين كاينيز اكتيفيتي وذ مولكيولر ويت 190 كيلو دالتون ده بيبقى اكتر مع الاي ال ال. عشان كده في خلاف في عينين الايه ال 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 بوزيتيف فيلادلفيا وال ال نيجاتيف فيلادلفيا، هل ازود ايماتينيب او تيروزين كاينيز انهبيتور على الريجيمين بتاعت العيانين ال ال ولا لا؟ ليه؟ عينين سي ام ال بيستجيب لان البروتو تايب اللي هو الاونكوجين تيروزين كاينيز اكتيفيتي الاونكو بروتين ويز 210 مولكيولر ويت بيبقى جود ريسبونس للايه؟ للتيروزين كاينيز انهبيتور. طيب في عينين ال 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 ما ينفعش تعتمد بس على تيروزين كاينيز انهبيتور از هول او از الفيرست لاين اوف تريتمنت في الايه في ال 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 بوزيتيف فيلادلفيا، ان ال 190 كيلو دالتون may be respond and may not respond. فاحنا بنعتمد على في ال 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 على الكيموثيرابي with او without التيروزين كاينيز انهبيتور. ليه؟ لان الانكو بروتين اللي بيطلع مش نفس المولكيولر ويت. هو ليه تيروزين كاينيز اكتيفيتي بس مش نفس المولكيولر ويت بتاع العيان الايه السي ام ال اللي هو ليه جود ريسبونس للايه للتيروزين كاينيز انهبيتورز. طيب جميل. طيب الفيلادلفيا كروموزوم بيتشاف بالكونفنشنال، ممكن يتشاف يعني واحد بيعمل كونفنشنال سيتوجينيتك. تمام. ممكن يلاقي الترانسلوكيشن. تمام. قبل ما يطلع البي سي ار، او لو البي سي ار كان غالي ما نقدرش نعمله، كنا بنعمل الفيش وكنا بنتابع العيان بالفيش اللي هو الفلورسنس ان سايتو هايبريدايزيشن. تمام. بيقول لي كام في المية اوف اكزامين سيلز فيها الايه الفيلادلفيا كروموزوم. دلوقتي بقى الايه البي سي ار مور سنسيتيف في الدايجنوزس وفي الايه وفي الفولو اب. دلوقتي الفولو اب كله بقى بالبي سي ار 3 شهور 6 شهور، بعد كده على حسب الايه على حسب الريزلت بتاعت الايه 3 او الايه او 6 شهور بنحدد الفولو اب بعد كده. تمام. يبقى الترانسلوكيشن 9 22 بيتشاف بالكونفنشنال. تمام. زي مثلا عيان ترايزومي 8 بعمل العيانين بنسحب له البون مارو او على البريفرال بلود، يعني مش لازم عيان السي ام ال اعمل له بون مارو، انا اعمل البون مارو. يعني عينين سم ال بنعملهم بون مارو اكتر، في ناس بتحب تعمل بون مارو اسبريت وتريفاين زي ما هنقول كمان شويه في سم ال
عشان العيانين دول بيبقى معاهم element of fibrosis زي ما قلنا في الأول، ممكن يخلص بإيه؟ يروح في الفاينل ستيج على المايلوفايبروز. فالناس تحب تعمل اسبريت وتريفاين عشان تاسس الايه؟ الناس تحب تعمل اسبريت بس، بس تقول لك لا انا ممكن اشخص العيان على البريفرال بلاد، خلاص بي سي ار اعمله على البريفرال بلاد، او اعمل سيتوجينيتك ابنورماليتي على الايه؟ على البريفرال بلاد، اعمل كونفشنال واعمل الفيش، ولو العيان كان افورد اعمل كمان الايه؟ البي سي ار. تمام؟ دلوقتي كله بيعمل بي سي ار دلوقتي، الدايجنوزس بتاعي بتاع العين بنعمل الكونفشنال فيش، بس الاصل دلوقتي بقى بالايه؟ بالبلومريز تشين ريأكشن. طيب زي ما قلنا في السي ال ال بنقولها في الايه؟ في السي ام ال، انه اكسيدنتلي ديسكفر. الكلمه دي بتيجي سؤال ام اس كيو. موست كومن بريزنتيشن اوف عيان السي ام ال اكسيدنتلي ديسكفر، عيان عنده ابدومينال بين مش ما يعني ايه مش مديه اي اهتمام، تمام؟ يعني بيتكلم مع حد انا عندي وجع في بطني، خلاص اعمل اشعه تلفزيونيه، اعمل اشعه تلفزيونيه لا عنده هيوج سبلينوميجالي. راح الدكتور بطن قال له اعمل سي بي سي، لا عنده الوايت بلاد سيل كاونت 200,000 150,000. الشباب كلهم معظم الشباب المتشخصين عندنا في الدمرداش رايحين يتجوزوا، بيعمل الانفستيجيشن قبل الجواز، يعمل سي بي سي يلاقي الوايت بلاد سيل كاونت عالي عالي، بتاع المعمل يقول له روح لدكتور بطن شوف يروح لدكتور بطن او دم يعني يحط ايده على بطنه يلاقي عنده هيوج سبلينوميجالي ترانسفير على عياده الهيماتولوجي. تمام؟ عشان كده معظم العيانين بيجوا لنا بالايه؟ بالاكسدنتلي ديسكفر. اكسدنتلي ديسكفر. نمره واحد. نمره اثنين ابدومينال بين. ابدومينال بين بسبب الهيوج سبلينوميجالي. هيوج سبلينوميجالي اللي هو كروسنج الميد لاين. ده واحنا بنجاوب في السؤال السي ام ال كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن ديفرنشال دايجنوزس. ديفرنشال دايجنوزس لعيانين السي ام ال نمره واحد الاذر مايلو بروليفرتيف نيوبلازم، نمره اثنين اذر كوزس اوف هيوج سبلينوميجالي اللي هو السبلين كروسنج الميد لاين. نقولهم بسرعه، الكوزس اوف هيوج سبلينوميجالي الهيماتولوجيكال مالجنسي اهمها المايلو بروليفرتيف ديز اوردر سبيشالي السي ام ال نمره واحد. نمرة اثنين الليمفو بروليفرتيف ديز اوردر سواء كان هوجكن او نون هوجكن سبيشالي الهيري سيلوكيميا. هيري سيلوكيميا كومن بريزنتيشن بتاع هيوج سبلينوميجالي. نمرة ثلاثة بقى الحاجات البيناين زي عيانين البورتال فينس ثرومبوزس او البورتال هايبرتنشن الكرونيك هيموليتيك انيميا الكرونيك ملاريا الفيسرال ليشمانيزيس تمام والليبيد ستورج ديزيز زي جوتشر ديزيز. ايه الكومن كوزز اوف ايه؟ اوف هيوج سبلينوميجالي. تمام؟ يبقى لما يجي سؤال السي ام ال والديفرنشال دايجنوزز اذر كوزز اوف مايلو بروليفرتيف ديز اوردر، دايما في الديفرنشال دايجنوز ما نقولش عناوين، بنقول عناوين وعلى كل عنوان نقول كلمتين كده الكومن بريزنتيشن موست امبورتنت انفستيجيشن اللاينز اوف تريتمنت. تمام؟ يعني في الاذر مايلو بروليفرتيف قلت البوليسايسيميا اقول عليها كلمتين، قلت الاسينشال اقول عليها كلمتين، قلت المايلو فايبروز اقول عليها كلمتين، عشان ما ينفعش في الديفرنشال دايجنوز جاست انيوميريت، لا الديفرنشال دايجنوزز اللي هي الكومن ديفرنشنج ايه فيتشر. يبقى نمره واحد اكسدنتلي ديسكفرد، نمره اثنين سبلينوميجالي، نمره ثلاثه اللوكوستيزس. البرزنتيشن may be by priapism may be arterial أو venous thrombosis may be eye manifestation visual field defect glaucoma vision retinal artery أو vein occlusion may be العيان عنده pain في preference
سب السلاجش، السلاجش سيركيوليشن، تمام؟ يبقى الايه او الهيدك، كرونيك هيدك نوت ريسبوندينج تو انالجيزك، سب الايه الاسكيميا اللي بتحصل بسبب السلو سيركيوليشن. يبقى الاكسنتري ديسكفر ذا موست كومن برزنتيشن، نمره واحد، نمره اثنين سبلينوميجالي ابدومينال بين بسبب السبلين، نمره ثلاثه الليكوستيزس، نمره اربعه لان الوايت بلود سيل كاونت بيبقى ماركتلي انكريز معدي ال 100,000، فالدستراكشن بتاع المالجنت سيلز يطلع منها ايه يوريك اسيد، فالعيان ممكن يجي لي جاوتي ارثرايتس، ممكن العيان يجي لي بايه؟ جاوتي ارثرايتس. فيري ليت ليت ان العيان بقى يجي لي بالايه؟ بالبور نارو فيلير سندروم، يجي لي باللوكوبينيا او الثروبوسايتوبينيا او الانيميا، تمام؟ دي صراحه بتيجي ليت في العيانين الايه؟ ديسكفرد، اللي بيجي ايه؟ بيجي متاخر خلاص، بيبقى غالبا بسبب الانفلتريشن بالمالجنت سيلز او بسبب الميلوفايبروزس، بسبب الايه؟ الميلوفايبروزس. من البرزنتيشن للعيانين سم ال بون مارو فيليا سندروم البلاستيك كرايسيس. بلاستيك كرايسيس العيان لو جاي بلاست سيلز بريفرال بلاد البون مارو اكتر من 20% وده خلي في اكيوت لوكيميا، يبقى جاي لي بالمانيفستيشن اوف ايه؟ اكيوت لوكيميا. اي عيان اكيوت لوكيميا ومعاه هيوج سبلينوميجالي اكسكلود سي ام ال. ليه؟ لان عيان السي ام ال هياخد البلاستيك كرايسيس، هياخد يتعامل كايه اكيوت لوكيميا، وبعد كده المينتنس بتاعه بيبقى بالايه؟ بالتيروزين كاينيز انهبيتورز، فبيبقى البروجنوز بتاعهم ايه؟ احسن شويه وانس ريكفرد فروم اندكشن كيموثيرابي. اي عيان جاي بقى اكيوت لوكيميا معاه هيوج سبليت ميجالي اي ماست اكسكلود الايه؟ البلاستيك كرايسيس. بلاستيك كرايسيس كومنلي بتبقى اي ام ال، ليس كومن بتبقى ايه؟ ال ال. بلاستيك كرايسيس كومنلي بتبقى اي ام ال، ليس كومن بتبقى ايه؟ ال ال. تمام؟ طيب الانفستيجيشن بتاعت العيان احنا بنقسم كل الانفستيجيشن بيزك تو دايجنوز كومبليكيشن. كومبليكيشن في اي عيان عنده وايت بلاد سيل كاونت عالي او اي سيلز عاليه تيومر لايسس، تيومر لايسس سندروم بيزك سي بي سي، الاي اس ار والسي ار بي الانفلاماتوري ماركر، البلاد فيلم، وبنزود ال دي اتش واليوريك اسيد. طيب سي بي سي commonly patient بيبقى هاي وايت بلاد سيل كاونت يوجوالي بيبقى اكتر من 100,000. طيب احنا قلنا في الديفرنشال دايجنوزس في عيان السي ام ال اذر مايلو بروليفيرتيف اذر كوزس اوف هيوج سبلينوميجالي، نمره ثلاثه في حاجه اسمها ليكومويد رياكشن، يعني في ناس لسه بتسال فيه لحد دلوقتي وبتسال اكتر في عينين او في البكالوريوس، بس في ناس تسال فيه دلوقتي برضه ليكومويد، ليكومويد رياكشن. بتفرق ازاي ما بين السي ام ال والليكومويد رياكشن؟ نمره واحد عيان الليكومويد او الشاب اللي عنده الليكومويد رياكشن ده بيحصل مع الانفكشن والسي ام ال، فالعيان ده هتلاقي عنده الايه؟ المانيفستيشن بتاعت الانفكشن واضحه سواء كلينيكال او الانفستيجيشن زي السي ار بي، هتلاقي في السي ام ال نيجاتيف، هتلاقي في اللوكيم الليكومويد بوزيتيف. تمام؟ تاخد من العيان كلتشر، بلاد كلتشر، هتلاقيها نيجاتيف، هتلاقي هنا ايه؟ بوزيتيف. في حاجه مهمه جدا كانت زمان بتتعمل حاجه اسمها نيوتروفيل الكالاين فوسفاتيز او الناب او اللاب، ممكن تيجي ام اس كيو نيوتروفيل الكالاين فوسفاتيز او الليكوسايت الكالاين فوسفاتيز. النيوتروفيل الكالاين فوسفاتيز ده بيطلع بالنيتروفيليا، النيتروفيليا ان ريسبونس تو انفكشن، فتلاقيه عالي في العيانين اللي عندهم ليكومويد رياكشن، تلاقيه لو في العيانين اللي عندهم سي ام ال. زمان الناب او اللاب ده كان محطوط من الايه؟ من الكرايتيريا تو دايجنوز سي ام ال، دلوقتي خلاص ما عادش في حاجه اسمها ناب ولا لاب ولا حد بيتعمل اصلا. تمام؟
يبقى ده لو اتسالنا في الليكومويد رياكشن. كومنلي الليكومويد رياكشن ما يعديش ال 50,000 ماكسيمم 100,000. كومنلي السي ام ال بيبقى اكتر من ايه؟ 100,000. بس ده مش رول، ده مش رول. في عيانين بيجوا لك ايرلي، في عيانين في السي ام ال بيجوا ايرلي بقى الكاونت اقل من 100,000، مع ان معلوش مانيفستيشن خالص. بالعكس بتلاقي عنده الوايت بلاد سيل كاونت 60,000 70,000، ما عندوش مانيفستيشن اوف انفكشن، وعليه مايلد سبلين. حتى السبلين كان ايه؟ كان لسه عشان هو رونيك ديزيز، فبيبقى ايه؟ اكسيدنتال ديسكفر. العيان بيجي لك باللارج سبلين. انكومن بيبقى العيان، يعني في عيانه 35 سنه سور ثروت، عملت سي بي سي، سي بي سي بس بقت في الكاونت الوايت بلاد سيل كاونت بتاعها 60,000 60,000، والبليتلت مايلد انكريز نورمال هيموجلوبين تمام. حد كويس قال لها اعمل الفيلادلفيا كروموزوم، طلع بوزيتيف. بي سي ار طلع ايه؟ طلع بوزيتيف. اي سي ام ال الالترا ساوند بتاعها السبلين نوت بالبل، الالترا ساوند بتاعها السبلين 18 سم، مايل سبلين اوميجالي، وايت بلاد سيل كاونت عالي، فيلادلفيا كروموزوم بوزيتيف بالبي سي ار. فايه خلاص سي ام ال بس جايه جايه ايرلي، مش لازم العيان يجي لنا بالايه؟ بالفول بلون ايه؟ فول بلون فول بلون بيكتشر تمام. يبقى ده تالت ديفرنشال دايجنوز نكتبه عشان لو حد عايزنا ايه او لو اتسالنا فيه نبقى احنا عارفين. يبقى الديفرنشال دايجنوز المايلو بروليفيرتيف الاذر كوزز اوف هيوج سبلينوميجالي والليكومويد ليكومويد ريكشن. سي بي سي كومنلي بيبقى الوايت بلاد سيل كاونت ايه؟ عالي. نورمال هيموجلوبين اور لو، البليتليت ممكن تبقى انكريز نورمال اور لو على حسب الايه البرزنتيشن والستيج اللي جاي به الايه جاي به العيان تمام. السي ار بي هيبقى بوزيتيف لو في انفلاميشن، اس ار بيعلى مع المالجنسي والانيميا والانفكشن. البلاد فيلم هتلاقي الوايت بلاد سيلز كلها انكريزد، هتلاقي الايزينوفيلز البريكيرسرز يعني ايزينوفيلز البيزوفيلز نيتروفيليا ويز او ويزاوت لينفوسايتوزس. طيب ناخد بالنا ان العيانين الايزينوفيليا الايزينوفيلز والبيزوفيلز بتطلع لي هيستامين. الهيستامين ده بيروح ستيميليت الجاسترين ريليز، جاسترين يطلع لي اتش سي ال. لما يجي لي عيان البوليساسيميا فيرا بميلينا او عيان كرونيك مايلويد لوكيميا بميلينا وهو العيان نوت نون سيروتيك ليفر ديزيز، تعمل ابر جي اي اندوسكوبي ولا لا؟ تمام. هو اي عيان جاي لك جي اي تي بليدنج لازم الرول لازم نعمل اندوسكوبي، بس العيانين دول ممكن ما تعملش اندوسكوبي. ليه؟ العيان اصلا سبيشالي الان كنترول سي ام ال بيبقى عنده زينوفيليا، ايزوفيليا السيلز دي بتطلع هيستامين، هيستامين ستيميليت الجاسترين، جاسترين يطلع لي اتش سي ال يعمل لي جاسترايتس. فانت العيان ده نمره واحد بروتون بامب انهبيتور انفيوجن، نمره اثنين كنترول البرايمري ديزيز. لو عملت اندوسكوب صح، لو ما عملتش مش غلط. معظم عيانين سي ام ال اللي بيجوا لنا وهم مش سيروتيك ليفر او هيباتيتس سي فيروس نيجاتيف والالترا ساوند مش باين لي سيروتيك ولا بورتال هايبرتنشن، يعني مفيش سبب تاني للبلينا، بنحط العيان على بروتون بامب انهبيتور انفيوجن، العيان بيريزولف، العيان بايه؟ بيتحسن تمام. عشان لو جالي عيان سي ام ال بميلين، لو جالي عيان بوليسيسيميا فيرا بميلين، اعرف السبب. السبب ان الايه السيلز اللي بتبقى انكريزد اللي هي السيريز بتاعت وايت بلاد سيل هيستامين، هيستامين سكريتي بتزود الجاسترين، الجاسترين بيزود الايه اتش سي ال. لما نروح للبوليسيسيميا فيرا، البوليسيسيميا فيرا العيان ازاي القطه؟ الاقي العيان الهيموجلوبين بتاعه 12 هو ايرن ديبليتد ومعاه ميلينا، عيان بقى له ثلاث ايام ميلينا نوت انيميك وايرن ديبليتد. الله، عيان ايرن ديفيشنسي
وميلينا بقى له 3 ايام او 4 ايام، ومع ذلك الهيموجلوبين بتاعه 13 او 14، والوايت بلاد سيل كاونت طبعا انكريزد مايل، بيبقى غالبا مايلد انكريزد 20 30، والبليتلت في مايلد ثرومبوسايتوزس، والعيان نورمال هيموجلوبين ديسبايت بليدنج. العيان يقول لك انا بدخل في اتاكس اوف ميلينا 3 4 مرات في الاسبوع، بيقعد معايا معظم اليوم ايرن ستادي ايرن ديبليتد، الهيموجلوبين 13. طيب يقول لك وانس كوركتد الهيموجلوبين الايرن ديفيشنسي، تلاقي الهيموجلوبين عدى 18. حلو، يبقى دي برضو بتيجي مسائل صعبه شويه، عيان هيموجلوبين 12 ايرن ديبليتد ميلينا. ليه ميلينا؟ عشان السيلز اللي بتطلع الهيستامين عملت له ايرن ديبليشن بالميلينا، ومع ذلك ايه، ومع ذلك هو انيميك، والوايت بلاد سيل كاونت انكريزد والبليتلت انكريز، ومعاه سبلين، يبقى ده بوليسايسيميا فيرا. اول ما تبدا تصلح الايرن كونديشن تلاقي الهيموجلوبين وصل كام؟ عدى ايه؟ عدى 18 او 18 ونص في الايه؟ في الميه. تمام؟ دي اسئله بتتسال في الشفوي اكتر صراحه، او في اسئله الام سي كيو لو هي اسئله تعجيزيه، عايز يوقعك في سؤال يجيب لك الايه؟ الدايجنوز، عيان هيموجلوبين 12، الوايت بلاد كاونت 25000، البليتلت 600، وهو ميلينا وايرن ديبليتد، وعليه ليفت هايبوكوندريال بين، واتس يور دايجنوز. تمام؟ يسالنا في الشفوي ليه عيان السي ام ال بيجي له ميلينا وهو نوت نون بورتال هايبرتنشن، سبب الجاسترايتس، سبب الاتش سي ال، سبب الجاسترين، سبب الايه؟ سبب الهيستامين. تمام؟ يبقى احنا كده البيزك السي بي سي واليوريك اسيد والال دي اتش بيعلو مع اي سيلولر تيرن اوفر، واحنا هنا عندنا الوايت بلاد سيل ايه انكريز، كل ما يعلى ال دي اتش ويعلى اليوريك اسيد ده اوف بور بروجنوزس. ليه؟ لان ده معناه ان في رابيد سيلولر تيرن اوفر، رابيد سيلولر تيرن اوفر. طيب الدايجنوزس بتاع العيان مينلي بيعتمد على السيتوجينيتيك ستادي. البرزنتيشن بيبقى بيبقى العيان جاي اكسيدنت ديسكفرد يوجز ميجالي، الوايت بلاد سيل ماركت انكريز، ال دي اتش واليوريك اسيد، نعمل بون مارو اسبريت وتريفاين. الاسبريت هيحدد لي الستيج بتاعت العيان، هل هو كرونيك ولا اكسلريتد ولا بلاستيك كرايسيس. بلاستيك كرايسيس لو البلاست سيلز اكتر من 20%، اكسلريتد من 10 19، اقل من 10% تبقى اللي هو الايه الكرونيك فيز. بلاستيك كرايسيس ده بيعامل معامله الايه الاكيوت لوكيميا كومنلي، بيبقى ام ال less common بيبقى ايه؟ ايه اللي هو الايه؟ بون مارو، بون مارو. يبقى دي فائده البون مارو اكزامينيشن، يحدد لي الكرونيك فيز اكسلريتد بلاست فيز. انا ما اعرفش احدد الفيز بتاع السي ام ال الا بالبون مارو اكزامينيشن، ما اعرفش احدد الفيز بالبريفرال بلاد خالص، لازم بيبقى في ايه؟ بون مارو اكزامينيشن. تريفاين، الفائده تريفاين بايوبسي في عيان السي ام ال بالايه؟ عشان احدد البيز لاين بون مارو فايبروزس بس. طب لو ما عملتش تريفاين مش جريء، لان مش هياثر على الايه؟ مش هياثر على التريتمنت. هو بس بعد كده العيان ممكن يديفلوب بروجريسيف بانسايتوبينيا، مع ان وانت مش شايف ان انت ايه كسايد افكت من التريتمنت، سايد افكت من التيروزين كايناز انهبيتور ممكن يعمل لي بول مارو سبريشن. تمام؟ يعمل لي لوكوبينيا او مور انيميا او ثرومبوسايتوبينيا، بنقلل الدوز او ستوب بعد كده نريجين الدوز، بس ممكن يبقى الموضوع مش سايد افكت من التريتمنت، ممكن يبقى بسبب الايه؟ بسبب البروجريشن اوف ذا ديزيز. من عيان ماشي من سي ام ال لمايلو مايلو فايبروزس. تمام؟ طيب السيتوجينيتك نمره 2، السيتوجينيتك ستادي. احنا قلنا كونفنشنال او الفيش او الايه البي سي او.
السؤال في الامتحان لو جالي سي ام ال شورت اكونت او لونج اكونت، او لو اداني عناوين دايجنوز اند تريتمنت، او لو قال لي تريتمنت بس، في كل الاحوال لازم في خطوه السيتوجيناتيك او في خطوه التريتمنت لازم اكتب الكلمتين دول. ان انا الاهميه بتاعت السيتوجينيتك نمره واحد بشخص بيها العيان تو دايجنوز، نمره اثنين الريسبونس تو تريتمنت، الريسبونس تو تريتمنت. طيب نمره ثلاثه ان يعني انا الكومنت او البروتوتايب بتاعي ترانسلوكيشن 9 22. طيب لو لقيت اذر سيتوجينيتك ابنورماليتي، اذر سيتوجينيتك ابنورماليتي يعني عيان لقيت عنده في ترايزومي 8 او في ترايزومي 19 او في حاجه اسمها سكند فيلادلفيا كروموزوم، يعني ممكن ما يبقاش العيان عنده يعني ايه زي او بنقول عليها بيرسيستنس اوف فيلادلفيا كروموزوم، العيان واخد تريتمنت برضه الفيلادلفيا كروموزوم ما بايه ما بيقلش او ترانسلوكيشن ما بيتغيرش. دي اهميه السيتوجينيتك، ان انا نمره واحد اشوف اذر سيتوجينيتك ابنورماليتي، ممكن العيان يبقى عنده كومبلكس سيتوجينيتك ابنورماليتي او مالتيبل كروموزومال ابنورماليتي. العيانين اللي عندهم مالتيبل كروموزومال ابنورماليتي يوجوالي بيبقى فيه رابيد بروجريشن تو اكسلريتد and blastic phase. العينين اللي بقى عندهم multiple chromosomal abnormality especially trisomy 8 او persistence of philadelphia chromosome او other cytogenetic abnormality مع الفيلادلفيا كروموزوم بيبقى عندهم rapid progression to accelerated and blastic a blastic rate. يبقى دي اهميه cytogenetic، نمره واحد الدايجنوزس، نمرة اثنين ان انا بتوقع البروجريشن بتاع العيان، نمرة ثلاثة response to treatment. وده المهم response to treatment دي نكتبها في السيتوجينيتك، لو ما كتبتهاش في الايه في التريتمنت، او اكتبها في التريتمنت لو ما كتبتهاش في السيتوجينيتك. المهم ما ينفعش اعدل اجابة السؤال بتاع السي ام ال من غير ما اكتب ان انا بفولو اب العيان. التالي في حاجه اسمها كومبليت هيماتولوجيكال ريسبونس، كومبليت هيماتولوجيك ريسبونس، وفي كومبليت سيتوجينيتك ريسبونس، وفي ميجور موليكولار ريسبونس، وفي complete molecular response. يبقى ال complete hematologic response، complete cytogenetic response، major molecular response. طيب complete hematologic response بيبقى الوايت بلاد سيل كاونت اقل من 10، البليتلت اقل من 450، نو بلاست نو سبلين. لما نتكلم عن بلاست معناه بون مارو، يبقى ده كومبليت هيماتولوجيك response، white blood cell platelet no blast no spleen. طيب نمرة اثنين ال complete cytogenetic response، complete cytogenetic response معناه ان no cells containing philadelphia chromosome. تمام، ندخل بقى على الايه على المولكيولر ريسبونس. ندخل على الايه المولكيولر
complete cytogenetic response no cell containing Philadelphia chromosome. طيب الميجور مولكيولر ريسبونس ده معناه ان البي سي ار ما دام في مولكيولر يبقى بي سي ار. البي سي ار فور بي سي ار ايبل للبي سي ار ايبل بقى اقل من 0.1% او حصل اكتر من 3 لوج ريدكشن. بالميجور دي بتيجي اسئله ام سي كيو بتتسال في الشفوي. الميجور مولكيولر ريسبونس معناها ان البي سي ار للبي سي ار ايبل البي سي ار ايبل اللي هو الفيلادلفيا كروموزوم بقى اقل من 0.1% تمام او اكتر من 3 لوج ايه لوج ريدكشن. طيب مش ميجور بقى لا كومبليت سيتوجينيتك كومبليت مولكيولر ريسبونس يعني بي سي ار. كومبليت مولكيولر ريسبونس نو بي سي ار ايبل باي بي سي ار او اكتر من 4.5 لوج ريدكشن للايه البي سي ار او اكتر من 4 لوج ريدكشن في الايه للبي سي ار. نقول تاني كومبليت هيماتولوجيك ريسبونس رويد بلاد سيل اقل من 10 البليتلت اقل من 450 نو بلاست نو سبلين. كومبليت سيتوجينيتك احنا ده هنا كومبليت هيماتولوجيك ده هيماتولوجيك تمام. كومبليت سيتوجينيتك ريسبونس نو سيلز باي او نو سيلز كونتيننج فيلادلفيا كروموزوم. سيتوجينيتك احنا بنتكلم على الايه فيلادلفيا على الفيش. اول ما نقول موليكولر يبقى ده بي سي ار كل دلوقتي ماشي بالايه بالبي سي ار بنتابع العيان بالبي سي ار. ميجور موليكولر بي سي ار موجود البي سي ار ايبل باي بي سي ار بس اقل من 0.1. كومبليت موليكولر نو بي سي ار ايبل باي بي سي ار او الميجور اكتر من 3 لوج ريدكشن الكومبليت اكتر من 4.5 لوج ايه لوج ريدكشن. طيب الفولو اب بتاع العيان لما قلنا السيتوجينيتك نقول الفولو اب بالمره. الفولو اب ده هنكتبه في الايه في التريتمنت او في السيتوجينيتك. يعني لو جالي سؤال ما جابليش التريتمنت ده ما بيحصلش يعني يبقى لازم اكتب الايه الكلمتين دول واكتب الفولو اب بتاع الايه بتاع العيان. طيب الفولو اب بتاع العيان بعمله 3 شهور 6 شهور على كده 12 ايه 12 شهر. 3 شهور بتاع العيان المفروض العيان يبقى البي سي ار ايبل مفروض يبقى اقل من 10 ايه 10% تمام بالبي سي ار او بالفيش الفيلادلفيا كروموزوم بيبقى اقل من 35% تمام. طيب على 6 شهور المفروض البي سي ار يبقى اقل من 1% والفيلادلفيا كروموزوم زيرو. طيب على 12 شهر المفروض 12 شهر وفي اي وقت تاني بعد الايه بعد ال 12 شهر نبقى اقل من 0.1 ده البي سي ار. ده كده اقول ان العيان عنده ايه عنده ريسبونس. غير كده ما يبقى مفيش ايه مفيش ريسبونس. غير كده ما يبقى مفيش ايه مفيش ريسبونس. 3 شهور مقبول ان يبقى البي سي ار اقل من 10% او الفيش اقل من ايه 35% في السيلز اكزامين. 6 شهور مقبول اقل من 1% بس الفيش يبقى فيلادلفيا زيرو. عند 12 شهر يبقى اقل من 0.12 شهر واي وقت من 12 شهر فما فوق بيبقى اقل من 0.1% بالبي سي ار. طبعا الفيلادلفيا زيرو خلاص انت بعد 6 شهور المفروض الفيلادلفيا يبقى ايه بيبقى زيرو. جميل. يبقى ده الريسبونس تو تريتمنت
وده الايه السيتو الامبورتنت بتاعت السيتوجينيتيك ابنورماليتي كانتربريتيشن تو ريسبونس تو تريتمنت. ان انا بقسمها ككومبليت هيماتولوجيك، كومبليت سيتوجينيتيك، ميجور موليكيولر، كومبليت موليكيولر ريسبونس. الهدف بتاعنا هو الكومبليت موليكيولر، كومبليت موليكيولر ايه؟ كومبليت موليكيولر ريسبونس. ان البي سي ار ايبل يبقى اقل من 0.1 في اي وقت من الايه؟ من الفولو اب سبيشالي. طبعا كل ما اوصل للرقم ده بدري بيبقى احسن. وعشان كده لما نيجي في التريتمنت السكند جنريشن بتوصل للكومبليت والميجور موليكيولار ريسبونس قبل الايه؟ قبل الايماتينيب. عشان كده في ناس بتقول لك ابدا على طول بالايه؟ بالسكند جنريشن، بس لو بدات بالايماتينيب مش غلط. هو الايماتينيب هيجيب ريسبونس بس ايه؟ ديلي. انما الميجور موليكيولار ريسبونس والكومبليت موليكيولار ريسبونس اللي هو البي سي، البي سي ار بيبقى اقل من 0.1، بدل ما بوصل له عند 6 شهور او 9 شهور بالايماتينيب او 12 شهر، ممكن اوصل له ايرلي بالايه؟ بان هم السكند، السكند جنريشن. عشان كده السكند جنريشن بدا يعدي الايماتينيب ويبقى هو الفيرست لاين. يعني الايماتينيب ده الفيرست جنريشن وفيرست لاين. النيلوتينيب والدازاتينيب ده السكند جنريشن، مي بي فيرست لاين او مي بي سكند ايه؟ سكند لاين. جميل. اخر حاجه مهمه في السيتوجينيتيك لما نيجي نتكلم عن السيتوجينيتيك في كفولو اب في التريتمنت او في السيتوجينيتيك نفسها في الانفستيجيشن، في حاجه اسمها الميوتيشنال سيرفي. ميوتيشنال سيرفي احنا بنعمل للعيان، نبعت له سيتوجينيتيك ستادي، ميوتيشنال ستادي في العيانين اللي عندهم ريزيستنس تو ايماتينيب. يعني الفيرست لاين ايماتينيب عشان ارخص من السكند جنريشن. تمام. فالعيانين كلها بتبدا على الايه؟ على الجليريك او الايماتينيب 400 مللي جرام وانس ديلي. تمام. لو القرص 100 بياخد اربع اقراص، لو القرص او لو الكبسوله 400 بياخد كبسوله وانس ايه؟ وانس ديلي. تمام. طيب العيان ما وصلناش للتارجت، يبقى بنعمل الايه؟ الميوتيشنال، ميوتيشنال سيرفي. تمام. او لو العيان معاه اذر سيتوجينيتك ابنورماليتي من الاول، لو العيان معاه اذر سيتوجينيتك من ابنورماليتي من الاول، غالبا بنتخطى خط الايماتينيب دي خالص، ندخل على الايه؟ على السكند جنريشن اللي هو الدازاتينيب او النيلوتينيب. تمام. او لو العيان ريزيستنت تو ايماتينيب، قبل ما ننقل على السكند جنريشن يفضل نعمل ميوتيشنال سيرفي. هو عيب ان هو ايه؟ غالي. نعمل، نبعت للمعمل نقول له ان العيان عنده ريزيستنت تو تايروزين كاينيز او ريزيستنت للايماتينيب كفيرست لاين، فاعمل لنا الميوتيشنال اناليسيس. الموست كومن ميوتيشنال اناليسيس، معلش نحفظ الرقم ده عشان ده بيجي في الايه؟ بيجي في الام سي كيو وبيتسال في الشفوي، اللي هو تي 315 اي. تي 315 اي ده الكومن ميوتيشنال ابنورماليتي اللي بتحصل في الايه؟ في العيانين اللي بيبقوا ريزيستنت للايماتينيب او للايه؟ للجليفيك. تي 315 دي الكومن. في ميوتيشنال ستاديز كتير، ما ننساش ده. 315، 315 في العيانين اللي عندهم ريزيستنت تو فيرست لاين تي كي اي، ده على طول بتشفت على الايه؟ على السكند او الثيرد جنريشن، زي ما هنقول ايه؟ زي ما هنقول دلوقتي. تمام. يبقى دي الحكايه بتاعت السيتوجينيتيك. لو جالي سؤال دايجنوزس، تمام، اي سؤال دايجنوزس بيشنت سي ام ال، هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن، هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن، لازم اكتب الكلمتين دول. لو قال، لو قال لي مانجمنت، مانجمنت يساوي دايجنوز اند تريتمنت. لو قال لي تريتمنت، يبقى لازم اكتب الايه؟ الكلام بتاع السيتوجينيتيك، الامبورتنس بتاع السيتوجينيتيك كريسبونس تو تريتمنت، كفولو اب، كميوتيشنال، كميوتيشنال اناليسيس. بكتبها بعد الايه؟ بعد ما اكتب الايه؟ الادويه بتاعت الايه؟ بتاعت اللي هم التيروزين كاينيز. لو جه قال لي diagnosis of myeloproliferative disorder او chronic myeloid leukemia،
يعني هيستوري اكزامينشن او سيمبتومز ساينز انفستيجيشن، لازم اكتب الكلام اللي احنا قلناه في خطوه الايه الانفستيجيشن، ما اقولش بس ايه كونفنشنال وفيش وبي سي ار، لا اكتب الريسبونس للتريتمنت يبقى شكلها ازاي، فولو اب للبيشنت يبقى شكله ازاي، والميوتيشنال ميوتيشنال اناليسيز او الميوتيشنال ايه ميوتيشنال ستادي. طيب نروح دلوقتي للتيروزين كاينيز انهبيتورز. احنا قلنا من شويه فيرست جنريشن فيرست لاين وسكند جنريشن فيرست او سكند لاين. تعال نقول ان الفيرست جنريشن او البروتوتايب اللي هو الايماتينيب، تمام الفيرست جنريشن او البروتوتايب بتاعنا اللي هو الايه الايماتينيب ده الفيرست جنريشن، فيرست جنريشن والفيرست لاين، تمام. طيب النيرتونيب ده زاتنب وحاجة اسمها البوزوتنب، البوزوتنب دول second generation ممكن يبقوا first or second line. اخر حاجه اللي هو البونوتونيب ده اللي هو الثيرد جنريشن اخر حاجه، تمام. يبقى اللي ما نبدا الفيرست جنريشن والفيرست لاين بنبدا بيه بالاي في الاول خلاص، وده اول حاجه ظهرت من الايه من ادويه التيروزين كاينيز، تيروزين كاينيز انهبيتور، تمام. طيب اللي جم بعد كده اللي هم السكند جنريشن may be used at the first line ممكن تستخدمه في الاول عشان اوصل للمولكيولار ريسبونس كومبليت او ميجور او كومبليت بدري، تمام. او ممكن يبقوا سكند لاين في ريزيستنس الايه الايماتينيب، وده اللي احنا ماشيين بيه. هنبدا بقى كايماتينيب، تمام، في المرداش يعني بنبدا كايماتينيب، العيان لما يبقى ريسبونس ايماتينيب خلاص هتكمل ايماتينيب، تمام. طيب لا في ريزيستنس او العيان بروجريشن للديزيز يبقى انت بنعمل ميوتيشنال اناليسيز ونعمل اذر سايتوجينيتك ستادي عشان نشوف في اذر كروموزومال ابنورماليتي مع الفيلادلفيا، ونبدا كايه كسكند جنريشن نيوتريب او ديزاتنب. طيب في ناس عندهم سورسز خلاص في فلوس موجوده مفيش مشكله خلاص ابدا بالايه بالسكند جنريشن كفيرست لاين، سكند جنريشن كايه كفيرست لاين، تمام. طيب الإيماتينيب ليه سايد افكت مهم جدا بنتسال فيها، عيانين سي ام ال يمشي على الإيماتينيب بعد كده يجي يقول لك ايه انا عندي سكين راش، سكين راش بيأفكت اني بارت اوف ذا بودي بس كومنلي بيأفكت الايه البالم، كومنلي بيأفكت الايه البالم، سكين راش اتشي سكين راش بيتحط تحت عنوان هايبر سنسيتيفيتي رياكشن من الدراج بس كومنلي افكت الايه البال، كومنلي افكت البال. نمره اثنين ودي كومنلي سين زي السكين راش الفلويد ريتنشن، فلويد ريتنشن عيان السي ام ال يمشي على الجليفيك ممكن بعد ما يمشي على الجليفيك اسبوع او اسبوعين او ممكن في اي وقت بين السايد افكت من السايد افكت يجي له لور لمب اديما، ممكن يجي له بيريكارديال افيوجن، ممكن يجي له بلورال افيوجن، ممكن يجي له اسايتس، تمام. فلويد ريتنشن السايد افكت بتاعت الفلويد ريتنشن دي قلناها في الايه في الاول ترانس ريتينويك اسيد بتاع العيانين الام ال ام 3 اللي هو الايه الاطرا، احنا قلنا حاجه اسمها اطرا سندروم فلويد ريتنشن وبالمونري انفلتريشن، يبقى العيان بدا الالترانس ريتونيك اسيد بدا يدخل في ديزنيا وريسبيراتوري ديستريس وبدا جسمه يورم وزنه يزيد، عشان كده قلنا في الفولو اب بتاع العيانين دول اللي بيمشوا على الاطرا والالترانس ريتونيك اسيد لازم اوزن العيان ديلي، بنعمل للعيان انيشيالي شست اكس راي ايكو والفولو اب البيشنت ايكو ويكلي
تمام، عشان البريكارد انفيوجن العيان لو بدا وزنه يزيد على طول اروح اعمل ايكو شيست اكس راي، تمام؟ ليه؟ بسبب الفلويد ريتنشن. نفس الكلام مع الايماتينيب، الايماتينيب بالفعل بيعمل لور ليمب اديما محترمه في بعض العيانين، اول ما توقف الجاست ويز هولد الدراج العيان يبدا يتحسن. طيب من الكوزس ان انا اعمل شيفت للايماتينيب للسكند جنريشن، سايد افكت سكند جنريشن يوجوالي سايد افكت بتاعتها اقل من الايه؟ من الايماتينيب، يعني ما تلاقيش معاها السكين راش، ما تلاقيش معاهم اللور ليمب اديما او الفلويد ريتنشن، ما تلاقيش معاهم السكين راش، ما تلاقيش معاهم الايه؟ الفلويد ريتنشن. الكومن سايد افكت في السكند جنريشن هتلاقيها لونج كيو تي، فيدخل العيان في اريزميا والبول مارو سبريشن. نقول تاني لما تنب الكومن سايد افكت الراش، الفلويد ريتنشن، والبول مارو سبريشن. طبعا احنا ممكن نبدا زي ما قلنا من شويه، نبدا السكند جنريشن كفيرست لاين، او يبقى هم السكند لاين بعد الايماتينيب لو في ريزيستنس او لو في انتولرنس مع التريتمنت، يعني العيان مش قادر يتحمل السايد افكت، او بالفعل السايد افكت بتخلي العيان ستوب التريتمنت فريكوينتلي، تمام؟ فلويد ريتنشن او الايه او السكين راش، يبقى انت هتدخل على الايه؟ على السكند جنريشن. سكند جنريشن كفلويد ريتنشن وسكين راش فيري فيري انكومن مع الايه؟ مع الـ مع السكند جنريشن ان كومباريزن للايه؟ للايماتينيب. بس عيبهم انهم ليهم بول مارو سبريشن وبيعملوا لونج كيو تي انترفل، فيدخلوا العيان في الريزم. عشان كده قبل ما بيبدا العيان النيلوتنب او البوزوتنب او البوناتنب السكند والثيرد جنريشن لازم يعمل اي سي جي، لازم يعمل اي سي جي. ليه؟ ان العيان لو عنده لونج كيو تي وبدانا السكند لاين اوف تريتمنت هيدخل مني في فنتريكيولار تاكيكارديا، وده يبقى من الكوزس اوف سادن ارست. يبقى الايماتينيب تمام، الكومن سايد افكت سكين راش سبيشالي في البالم واتش سكين راش هايبر سنسيتيفيتي اكشن، فلويد ريتنشن، بون مارو سبريشن. وقلنا ان الايماتينيب ده فيرست لاين والفيرست جنريشن. طيب العيان عنده سايتوجينيتك مالتيبل كروموزوم ابنورمالتي، العيان نوت ريسبوندنج للاي او في ريزيستنت لايماتينيب ديو تو، وعملنا ميوتيشنال اناليسيز لانها بوزيتيف، او العيان كان تولريت الايماتينيب من الايه؟ من السايد افكت بتاعت الايماتينيب، يبقى احنا لازم هنروح على الايه؟ على السكند جنريشن اللي هو النيلوتينيب او الدازاتينيب او البوزاتينيب. مش هتفرق هتبدا بمين فيهم، مش فارقه، هو الموضوع كله كفيرست لاين فيرست جنريشن سكند لاين سكند جنريشن او فيرست لاين سكند جنريشن، الموضوع ماني وايز او على حسب الايه؟ الافوردابيلتي. لو المؤسسه تقدر تخلي العيانين يبدا من الاول على طول كسكند جنريشن بيتر ريسبونس. يعني ايه؟ يعني بندخل في الهيماتولوجيك في المولكيولر ريسبونس رابيد وذ ليس سايد افكت، تمام؟ يعني التارجت اللي هنوصل له مع الايماتينيب في 9 شهور او 12 شهر، هنوصل له مع النيلوتينيب والدازاتينيب في 6 ل 9 شهور، هيبقى ايه؟ بدري. ده نمره واحد. نمره اثنين ليس سايد افكت، ما عنديش سكين راش، ما عنديش الفلويد ريتنشن، بس اخد بالي الاثنين او كل التي كي اي بيعملوا لي بون مارو سبريشن، بس السكند جنريشن او السكند والسب جنريشن يعملوا لي لونج كيو تي. طيب يجي سؤال ام سي كيو ويجي سؤال في الشفوي يقول لك ايه البيست تايروزين كاينيز انهبيتور اللي بيستخدم في الميوتيشنال ابنورماليتي اللي هو الثيرد جنريشن، مش موجود عندنا في مصر، اللي اسمه البوناتينيب او البونوتينيب، تمام؟ طيب يقول لك ايه السبيسيفيك سايد افكت اللي بتحصل مع البونوتينيب؟ يعني في بعض العيانين بيزيد معاهم الايه؟ الارتيريال اند فينوس ثرومبوز. دي حاجه سبيسيفيك للبونوتينيب. السبيسيفيك للبونوتينيب ليه نفس زي السكند جنريشن كسايد افكت لونج كيو تي وبول مارو سبريشن، بس يزيد عليه ان هو بيزود الانسيدنس اوف ثرومبوزس ارتيريال وفينس. لقوا مع العيانين اللي بياخدوا البروتينيب بيزيد الانسيدنس اوف ثرومبوز.
نمره اثنين ان الفلونتنب افضل من السكند جنريشن اللي هو النيلوتنب والدازاتنب في الميوتيشنال اناليسيس او في البوزيتيف ميوتيشنال ايه؟ ميوتيشن اللي هو تي 315 ايه؟ 315 اه تمام؟ يبقى ده بيجي ام سي كيو والبروتينات ده البيست في الايه؟ في الميوتيشنال في الميوتيشنال ابنورمالتي. طيب هل التريتمنت بتاع السي ام ال بس تيروزين كاينيز؟ لا، انما الفيرست لاين تيروزين كاينيز. طيب زمان زمان معلش كان زي حضرتك الصوت اتصل. طيب هقول تاني هقول تاني التيروزين كاينيز انهبيتور ك ايماتنب كفيرست جنريشن، نيلوتنب دازاتنب بوزوتنب سكند جنريشن، بونوتنب ثيرد جنريشن، البون مارو سبريشن كسايد افكت واحد. جميل. طيب ايماتنب سكين راش وفلويد ريتنشن دي اقل او ممكن ما تحصلش اصلا في النيلوتنب الدازاتنب البوزوتنب والبونوتنب اللي هي السكند والثيرد جنريشن. جميل. طيب البونوتنب ليه حاجه سبيسيفيك زيه زي السكند جنريشن ده سايد افكت، بس ليه حاجه ايه؟ حاجه سبيسيفيك ان هو بيزود الثرومبوز ارتيريال او فينس اللي هو الثيرد جنريشن بونوتنب. طيب ودي حاجه سبيسيفيك برضو في اليوز، يعني عيان الايماتنب الايماتنب ريزيستنس تو تريتمنت عملنا له ميوتيشنال ستادي او ميوتيشنال اناليسيس لقينا عنده بوزيتيف اني ميوتيشنال سبيشالي التي 315، لو احنا نقدر نجيب للعيان البونوتينيب يبقى ده البيست تريتمنت في البيشنت ويز ميوتيشنال ايه؟ ميوتيشنال البونوتينيب دي بتتسال ام سي كيو. اه البونوتينيب مش موجود في مصر بس ايه؟ هو البيتر في الميوتيشنال ايه؟ ميوتيشنال ابنورمالتي. جميل؟ طيب هل التريتمنت بتاع عيانين سي ام ال بس تيروزين كاينيز؟ دلوقتي اه تيروزين كاينيز انهبيتور، تيروزين كاينيز انهبيتور ما فيش ريسبونس الايماتنب يبقى السكند جنريشن، ما فيش ريسبونس الثيرد جنريشن. طيب ده للعيانين الايه او للمؤسسات اللي تقدر ايه ماني وايز افورد. جميل. طيب هل دلوقتي في رول للبون مارو ترانسبلانتيشن؟ يس، افتر فيلير اوف تيروزين كاينيز. زمان زمان كان البون مارو ترانسبلانتيشن قبل الفيرست قبل التيروزين كاينيز انهبيتور كان البون مارو ترانسبلانتيشن من الخطوات المتقدمه في الايه؟ هيدريه، اعمل سايتو ريدكشن، ادخل عين على البون مارو ترانسبلانتيشن. انما مع وجود التيروزين كاينيز نمره واحد اورال، نمره اثنين السايد افكت عمرها ما تتقارن بالهاي دوز كيموثيرابي، نمره ثلاثه المورتاليتي اقل من البون مارو ترانسبلانتيشن. انت بتزرع العيان الوجينيك، الوجينيك معناها ان انت هاي دوز كيموثيرابي وعايز له دونر، تدخل في الكومبليكيشن جرافت فيرسس هوست بقى بوست ترانسبلانتيشن، غير الكيمو السايد افكت بتاع الايه الكيموثيرابي والبون مارو سبريسيف ميثوتريكسيت والسايكلوسبور اللي بيتاخد مع الايه مع الالوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. عشان كده دور الالوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن بدا يرجع بعد الايه بعد التيروزين كاينيز. دلوقتي تيروزين كاينيز انهبيتور ده الفيرست والسكند والثيرد، لا هو التيروزين كاينيز انهبيتور. طيب هل في other lines of treatment؟ ايوه، بس في وجود التيروزين كاينيز هو التيروزين كاينيز. نمره واحد الهيدريه، نمره اثنين الانترفيون. الهيدريه بيستخدم في العيانين اللي هم فيلادلفيا نيجاتيف سي ام ال نمره واحد. تمام. نمره اثنين بس ده ايه؟ يعني هقول لك على حاجه، احنا بنستخدم الهيدريه كسايدو ريدكتف ثيرابي قبل ما يطلع الايه السيتوجينيك. يعني العيان عنده الوايت بلاد سيل كاونت عالي وعنده الفاكتور بتاع السي ام ال بس لسه الايه السيتوجينيك ستادي ما طلعتش. طبعا هي عشان عندنا بتتاخر اسبوع 10 ايام، في اوقات اوقات تاخد تعدي 15 يوم. فاحنا ايه بنبدا العيان هيدروكسي يوريا، يعني نقلل الوايت بلاد سيل كاونت سايتو ريدكتف، بعد كده السيتوجينيك ستادي بان يبدا ايه يبدا جليفك. في ناس تبدا جليفك من الاول لان انت نايم خلاص، اصلا انا يعني ايه تاني؟ طلع نيجاتيف خلاص حشفت العيان على الايه؟ هيدروكسيوريا. الاثنين صح تمام؟ يبقى الهيدروكسيوريا يستخدم في العيانين الايه؟ الفيلادلفيا نيجاتيف فيلادلفيا نيجاتيف سي ام ال. طيب نمره اثنين الانترفيرون، انترفيرون الفا كان زمان قبل التيروزين كاينيز هيدروكسيوريا انترفيرون الفا
انترفيرون الفا عشان نلاقي البون مارو سبريشن افكت بتاع الايه بتاع الانترفيرون ان جنرال. طيب امتى دلوقتي نستخدم الانترفيرون في السي ام ال في البريجننت فيميل؟ يعني عيانه سي ام ال وبقت بريجننت الهيدريه او اسف التيروزين كاينيز ما بتستخدمش مع البريجننسي، على طول بنستخدم الانترفيرون لحد ما تعدي البريجننسي. وانس ديليفر بنبدا ايه التيروزين كاينيز. يبقى كان زمان قبل التيروزين كاينيز هيدريه وانترفيرون سايتو ريدكتيف وبون مارو سبريسر بتاع الايه بتاع الانترفيرون وهيدريه. دلوقتي الهيدريه فيليفي نيجاتيف الانترفيرون مع البريجننت فيميل سي ام ال تمام. التيروزين كاينيز نوت يوز تو ايه البريجننسي. طيب الستيم سيل ترانسبلانتيشن، الرول بتاع الستيم سيل ترانسبلانتيشن دلوقتي بدا يرجع عشان التيروزين كاينيز انهبيتور خلاص وصلت لنا للايه انا عايز ادخل عيان فورميشن خلاص بيدخل بالتيروزين كاينيز انهبيتور وليها كذا جنريشن وليها وسايد افكت بتاعت السكند والثيرد جنريشن احسن خلاص انا وصلت للتارجت بتاعي بليس ايه بليس سايد افكت. جميل. طيب لو انا هعمل العيان بون مارو ترانسبلانتيشن يسالك سؤال ايه الكوزز اوف فيلير اوف بون مارو ترانسبلانتيشن في العيان سي ام ال اللي هي نفسها العيانين الايه الميلوفايبوز. تعال اقول لك ان الستيم سيل ترانسبلانتيشن محتاج حاجه مهمه جدا في البروسيس اوف ترانسبلانتيشن حاجه اسمها الهومينج. الهومينج ان السيلز سيركوليتنج في البريفرال بلاد وتروح على جود ميديا في الايه في البون مارو. يبقى سيركوليتنج في البريفرال بلاد احنا بندي الستيم سيل في البريفرال بلاد سيركوليت وبعدين تروح على الايه على الهوم على الايه على البون مارو تروح هناك وتدي بقى الايه الباقي الهيماتوبويتيك اليمنت. طيب يبقى انا عندي سيركوليتنج ستيم سيل وبون مارو هومينج في الايه في الـ في الـ في البون مارو. لو في مشكله في السيركوليتنج هي المشكله ان الستيم سيل اللي بتتحقن حصل لها بولينج في السبلين. العينين دول ما دام هو راح يعمل بون مارو ترانسبلانتيشن ده معناه ان هو نوت ريسبوندنج للتريتمنت، ده معناه ان عنده سبلينوميجالي زي عيان الايه الاستنشال اسف المايلوفايبروزس عنده هيوج سبلينوميجالي فهيحصل بولينج للستيم سيل في السبلين وشويه الستيم سيل اللي هيوصلوا البون مارو نوت سفشنت فور جود جرافتنج. يبقى دي نمره واحد كوزس اوف فيلير اوف بروسيس اوف اوتولوجس او ستيم سيل الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. نمره واحد بولينج اوف ستيم سيل ان ذا سبلين. عشان كده العينين دول اما بيعملوا سبلينكتومي او سبلينك ايراديشن قبل الايه؟ قبل الستيم سيل تمام؟ طيب نمره اثنين العيانين دول عندهم element of bone marrow fibrosis تمام سواء كان السي ام ال او البوليسيسيميا او الاي تي او المايلوفايبروز نفسه. فانت الستيم سيل خلاص عدت البريفرال بلاد كويس رايحه على الايه؟ على البون مارو. المفروض تروح تدي الاذر هيماتوبويتيك element الوايت بلاد سيل بريكرسر الهيموجلوبين بريكرسر البليتلت بريكرسر. رايحه هناك مش لاقيه البون مارو ستروما السفشنت فور ديفرنشيشن يبقى ده السكند كوز اوف بون مارو ترانسبلانتيشن فيلير في عيان المايل بروفيتيف نيوكليس ان جنرال سبيشال سي ام ال والايه والبون مارو فايبروزس او المايلوفايبروزس بسبب البولينج في السبلين. نمره اثنين البون مارو ستروما السفشنت بسبب الديبوزيشن كولاجين اند فايبروس تيشو او بسبب البون مارو فايبروزس اللي موجود في العينين دول تمام. يبقى دي قصه الايه السي ام ال كله سواء كان في الشغل او في الامتحان تمام. هقول كلمتين كده وهم الكلمتين المطلوب مننا على الايزينوفيليك لوكيميا او النيتروفيليك والنيتروفيليك لوكيميا. يبقى فاضل لنا بس يوم في الايه في المايلوبروليفريتيف نيوبلازم. طيب الايزينوفيليك لوكيميا احنا قلنا بيبقى فيها الوايت بلود سيل كاونت انكريز ماشي بس مينلي ايزينوفيلز مينلي ايزينوفيلز. العيان يجي لنا كومنلي باتشنج وسكين راش كومنلي باتشنج وسكين راش
تمام. احنا بنقول ليه ايزونوفيليك؟ هنقول ايزونوفيليك لوكيميا ونيتروفيليك لوكيميا لان ده البرزنتيشن بتاعهم قريب من الايه، من السي ام ال. تمام، يعني عيان النيتروفيليك لوكيميا بيبقى معاها سبلينوميجالي، عيان الايزونوفيليك لوكيميا ويز او ويزاوت سبلينوميجالي. انما الوايت بلود سيل كاونت اونلي انكريز، نمره واحد. نمره اثنين، بيبقى الايزونوفيليك لوكيميا بيبقى مينلي ايزونوفيلز، النيتروفيليك لوكيميا بيبقى مينلي نيتروفيلز. مفيش سبب للانفكشن، مفيش سبب للايزونوفيليا. بيبقى النيوتروفيليك لوكيميا بيبقى معاهم سبلينوميجالي مايل تو مودريت، الايزونوفيليك لوكيميا ويز او ويزاوت سبلينوميجالي. بس الايزونوفيليك لوكيميا الحاجه الكاركترستيك سكين راش اند اتشنج. اول ما نلاقي سكين راش واتشنج مش متفسر بسكين ديزيز، اي ماست اكسكلود زينوفيليا. زينوفيليا ايا كان السبب، ايه السبب بتاعها. تمام، طيب احنا قلنا من شويه ان كرونيك ايزونوفيليك لوكيميا. في سؤال مهم جدا بيجي في عيانين كرونيك ايزونوفيليك لوكيميا. عيان الكرونيك ايزونوفيليك لوكيميا بيجي لك بهارت فيلير ليه؟ لان بيحصل، بتيجي سؤال ام اس كيو، حاجه اسمها اندو مايوكارديال فايبروزس. اندو مايوكارديال فايبروزس في الهارت دي من الكومن كومبليكيشن بتاعت الايزينوفيليك لوكيميا او الايزينوفيليا ان جنرال، سبيشالي الكلونال ايزينوفيليا. ايزينوفيليك لوكيميا زي ما بيجي العيان بسكين راش وباتشنج، يجي له حاجه اسمها ايه؟ الاندو مايوكارديال فايبروزس. اندو مايوكارديال ايه؟ اندو مايوكارديال فايبروزس تيجي مع الكرونيك ايزينوفيليك لوكيميا. عشان كده العيانين دول ممكن يجوا لي بهارت فيلير، سواء كان رايت سايدد او ليفت سايدد هارت فيلير. السيتوجينيتيك ابنورماليتي اللي بنعملها في عيانين الكرونيك ايزينوفيليك لوكيميا، قلنا في الاول البليتلت ديرايفد جروث فاكتور اي او بي، الفا او بيتا او واحد واثنين، كلها نفس الايه؟ نفس التعريف. بليتلت ديرايفد جروث فاكتور ريسبتور الفا او اي او بي. لو بوزيتيف ده يبقى كويس. ليه؟ لان البوزيتيف بليتلت ديرايفد جروث ريسبتور جروث فاكتور ريسبتور الفا او بيتا كرونيك ايزينوفيليك لوكيميا بيرسبوند للايه؟ التيروزين كاينيز انهبيتور. فبنبدا التريتمنت بالستيرويد زائد تيروزين كاينيز انهبيتور ونكمل كتيروزين كاينيز انهبيتور. يبقى ده الكرونيك ايزونوفيليك لوكيميا. دي بتيجي مسائل كام سي كيو او كديفرنشال دايجنوزس للايه؟ لو اتسالنا ايه الكوزس اوف ايزونوفيليا، كوز اوف ايزونوفيليا، خدوا في الخانه الايه اللي احنا نعرف نجاوب فيها اللي هي الايه؟ الكلمتين بتاع كرونيك ايزونوفيليك لوكيميا. طيب الكرونيك نيتروفيليك لوكيميا دي بالاكسكلوجن، دي بالاكسكلوجن. في ان انا بعمل اكسكلوجن لاي انفلاميشن، كل الانفلاماتوري ماركر نيجاتيف، كل الكالتشر نيجاتيف، ومع ذلك العيان عنده انكريز في الوايت بلود سيل كاونت مينلي نيوتروفيلز زائد ايه؟ سبلينوميجالي. العيانين دول بيرسبوند على الهيدروكسي يوريا اللي هو سايتوريدكتيف ثيرابي. تمام، في حد عايز يسألني أي سؤال؟ معلش حضرتك، الفيلير بتاع البون مارو ترانسبلانتيشن، اقولها تاني؟ في حته اللي هي بتقول حضرتك ان التيروزين كاينيز اورال، فرق ما بينه وما بين بورد مارو ترانسبلانتيشن ان هو اورال، والحاجه الثانيه المورتاليتي ريت بتاعته اقل من البون مارو ترانسبلانتيشن. في حاجه ثالثه حضرتك قلتها معلش، والاورال والمورتاليتي ريت والسايد افكت اقل. عيان لما يجي اقل طبعا، السايد افكت بتاعت الكيمو ثيرابي حاجه فيتال يعني. ماشي تمام، ايه تاني؟ لا ده كمان التكلفة، يعني انت عارف التكلفة بتاعت التكلفة بتاعت العيان البون مارو ترانسبلانتيشن بتبقى مرة واحدة العيان مثلا بيدفع له ايه رقم 150,000 ولا، انما تلاقي التكلفة بتاعت التيروزين كاينيز متقسمة. يعني مثلا عيان في الشهر هيكلف الدولة مثلا على الايه 5,000 جنيه لو هو ماشي مع الايماتينيب، او 6,000
جميل. على ال10 سنين او على الخمس سنين ممكن يكلف رقم، بس البون مارو ترانسبلانتيشن انت بتدفع للعيان في شهر او في الثلاث اسابيع اللي بيقعدهم تدفع له ما يقرب من 150,000 ولا 170,000، انما انت في الايماتنب 5,000 6,000 في الشهر، ما بتبقاش لما التكلفه تبقى متوزعه احسن تبقى ايه، تبقى مره واحده. طيب زمان زمان كان بيتقال لنا ولحد قريب يعني ما تبطلش التيروزين كايناز، يعني العيان دخل في ريميشن خلاص اصل ده كرونيك النس، وقف ما تبطلش التيروزين كايناز، خليك ماشي على الايماتينيب فور لايف، ودي الثقافه اللي احنا ماشيين بيها لحد دلوقتي. طيب يو كان ستوب تيروزين كايناز لما البيشنت يدخل في كومبليت سيتوجينيتك كومبليت موليكيولر ريسبونس، يعني فور 3 تو 5 ييرز ممكن توقف التيروزين كايناز وتتابع العيان. تمام، ممكن توقف التيروزين كايناز وتتابع العيان، والله لو حصل ريلابس او فيلير ارجع تاني للتيروزين كايناز. ليه؟ لقوا بعض العيانين بيدخلوا في كومبليت ريميشن. جميل، زي ما قلت من شويه الثقافه بتاعتنا او لحد دلوقتي تيروزين كايناز فور لايف ان ذا كرونيك النس. لا، لو العيان دخل في ميج في كومبليت سيتوجين كومبليت موليكيولر ريسبونس البي سي ار بتاعك خلاص بقى زيرو خلاص، ثلاثة لخمس سنين ستوب تريتمنت وفولو الايه؟ فولو البيشنت. في ناس بتدخل في كومبليت او في ايه لونج لاستنج ريميشن، وفي ناس بيحصل لها ريلابس زي اي تريتمنت. تمام، فده يعني دي الحته الجديده في الايه في المانجمنت. طيب ان شاء الله باذن الله نتقابل يوم الخميس نكمل باقي الايه المايلو بروليفيريتيف ديز اوردر، ودي تبقى اخر حاجه في المالجنت هيماتولوجيكال ديزيز. بعدها ان شاء الله ندخل بقى على الايه البليتليت وثرومبوزس بليدنج وثرومبوزس ونكمل البول ماراثون براحتنا يعني ان شاء الله. يلا نتقابل في نفس الميعاد بامر الله الخميس ان شاء الله.